حقيقة الأمر كانت الأمور واضحة بأنه منذ انتخابات 93 بدأت الإشكالية هنا. أولا في عملية التقسيم الإداري التي جرى، شعروا الجنوبيين بأن هناك ضيم واقع عليهم. ليه؟ أنه من حيث في عملية توزيع التقسيم الإداري وتوزيع المقاعد الانتخابية أو الدوائر الانتخابية. الدوائر يعني كم مقعد كان لهم؟ فكان حصة يعني الحصة العامة للانتخابات مجلس النواب 301. الجنوبيون حصلوا على في إطار التقسيم الإداري الذي يعود إلى كم البشري. نعم. على كم؟ كان على 50,000 لكل دائرة. فوصل الأمر بأن الجنوب يحصل من خلال التعداد السكاني الذي كان قائم 56 مقعد في مقابل 245 مقعد حوالي. لا يعملوا 301 مجموع المقاعد. وهذه هذا قال نسبة قليلة جدا يعني. جدا. وهذه أولى الخطوات التي للأسف الشديد قيادة الحزب الاشتراكي لا نعلم نحن كيف مر هذا الأمر في غفلة عنها. لماذا يوافقون على هكذا يعني ما يمكن اعتباره بالظلم للجنوبيين وهم أبناء الجنوب وقيادات الجنوب؟ في اعتقادي كان هناك اندفاع نحو موضوع تحقيق الوحدة وتثبيتها. فكانت هذه يعني ما استمرش كثير الاندفاع تمر. أيوة. هذا ب 93 وبال 94 صار بالضبط. اللي صار. وبعدها طبعا أصبح القرار حتى يعني التشريعي لصالح الشمال بشكل واضح يعني. طيب هذه نقطة أساسية، شو في نقاط أخرى شكلت شرارة بالتعاطي مع الجنوبيين؟ طبعا حرب 94 التي قادت إلى قتل الوحدة. حرب 94 كانت حقيقة قتل الوحدة، ولكن دون تحقيق الانفصال. دون تحقيق الانفصال، لأنه حصلت حرب وانتصر انتصر شعار الوحدة أو الموت، أبغض شعار عرفته في تاريخ في حياتي. هذا الأمر ولد الكثير من الظلم ومن القهر في المناطق الجنوبية.